أخبار اليوم. أنا اسمي إيمان عبد الحكم أبو العزم من مركز بركة السبع. دخلت أول ولادة قيصرية عادي جدا وأنا عاملة كل التحاليل المظبوطة بناء على كلام الدكاترة. فدخلت أولد من الساعة واحدة، طلعت الساعة واحدة الظهر، من الساعة واحدة للساعة خمسة تنتني بنزف وأنا واخدة بنقنص فيه بدون متابعة من أحد، من حد من الدكاترة. فطبعا دخلت قالوا لي، قوم اكتشفوا أهلي إن أنا بنزف لحد الساعة خمسة، فقالوا لا تخش العمليات، تعمل عملية تانية اسمها تربيط شرايين أيمن والأيسر. بدون علمي برضو دخلوني ودون علم اهلي، ربطوا لي الشرايين الايمن والايسر. طلعت اسوأ من الاول ونزفت كميه، نزفت الدم كله تقريبا، واضطروا الدكاتره انهم ياخدوا الدم من رقبتي ومن رجلي لان مفيش دم خالص في جسمي، ولا كرات دم ولا كراي ولا بلازما. فقالوا لا محتاجين دم ننقلها، ودخلوني اولد، دخلوني كمان مره يشيلوا الرحم دون علمي دون علم اهلي. وبعد طبعا انا دلوقتي انا بعاني من تعب نفسي وبعاني من مشكلات، لان انا عندي 26 سنه ومش هخلف تاني، وكمان تعبت تعب جسدي ونفسي. وده طبعا يعني انا حررت محضر بالكلام ده، محضر في النيابه العامه، وهو حاليا جاري تحقيقات، وانا بطالب ان الطب الشرعي ياخد مجراه ناحيتهم وانه يقول رايه بصدق، وانا عندي ثقه في كده. وحاليا احنا منتظرين تقرير الطب الشرعي، وعامله محضر في النيابه الاداريه بتهم فيه كل من الدكتوره امل حامد سنه، والدكتور ابو العيله الوحش، والدكتوره ايميلي ميشيل فهمي، ودكتور مدير المستشفى على اهمالهم. وطبعا انا منتظره راي الطب الشرعي وانا عندي ثقه فيه.